الصدق هو الصفة الأكثر التي أقدرها في الصديق، ليست الصراحة ولكن الصدق مع التعاطف. بروك شيلدز. الصدق والتعاطف سلعة نادرة اليوم، يتطلب التمييز في وقت التقديم ومهارة في كيفية التنفيذ، نظرا لأنه من الأسهل بكثير التحدث عما يدور في ذهنك ونسيان الفطنة والمهارة، فإن الكثير من الضرر يحدث في العلاقات. قد يكون اختيار تطوير الحكمة الرحيم أهم شيء يمكننا القيام به لجعل العالم مكانا أفضل للجميع. كلمة طيبة هي صديقة للجميع.